السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة برو صوت فيديو دي في القناة. إن شاء الله النهاردة شرح تراي ستارت نو جي سي ريجون والإند نو جي سي ريجون. دول دالتين في كلاس اسمه اللي هو كلاس اسمه جي سي اللي هو متعلق بالجاربتش كولكتور. الدالتين دول عملهم إن هما بيمنعوا إن الجاربتش كولكتور تحصل جوه منطقة معينة في الكود بتاعك. هنشوف دلوقتي ده عمل إيه. لو انا مثلا عندي مثلا ايه كلاس اسمه كاش، الكاش ده جواه ديكشنري، جواه انت اي دي بتاع الويك ريفرنس بتاعنا، احنا عندنا اللي هو التانية الويك ريفرنس. لو انت مش عارف ايه الويك ريفرنس دي، هي مجرد ريفرنس على كان معين، بس الكان ده ممكن الجاربج كولكتور نفسه تشيله، يعني بعكس السترونج ريفرنس اللي هو بيساوي نيو، ده اسمه سترونج ريفرنس. لكن الويك ريفرنس لا، انت ممكن تبقى ماسك الكيان عادي وجربش كولكتور برضو انها تمسحه. في فيديو برضو على القناة اللي هو شرح الويك ريفرنس، هتلاقيه قبل الفيديو ده على طول، قبل الفيديو قبليه تقريبا على طول هتلاقيه على القناة، يعني خش وشوفه عشان تعرف اكتر على الويك ريفرنس. في هنا عندي هنا كونستراكتور اسمه كاش، بالكاش ده بيديله هنا كاونت عدد الاوبجكتات اللي انا عايز اعملها، مثلا هديله مثلا 100، فهو هيلف 100 اوبجكت، وكل ما اوبجكت هيضيف في الديكشنري بتاعتي اس الاي دي بتاع الاوبجكت بتاعي، ونيو ويك ريفرنس نيو بايت اري اي مضروبه في 1024. يعني مثلا لو الاي دي بتاعه 1 فيبقى اول اللي هو الكان ده هيبقى ماسك على ويك ريفرنس، والويك ريفرنس ده ماسك بايت اري من 1024 بايت، واثنين هتبقى 2 هيبقى 2000، 3 هيبقى 3 كده وهكذا. طبعا انا يعني كل ما بيزيد في الاي دي بتاعه كل ما حجم الكائن بيزيد. وفي داله تانية دي اللي هي بيعد لي الاوبجكتات اللي هي لسه حيه، ان الجاربج كولكتور ما جابتهاش لسه، ما نفذتهاش لسه، قصدي ما مسحتهاش. بيلف على كل الاوبجكتات وبقول له، بيقول لي هنا، بقول له هنا عد الاوبجكتات ان الفي تارجت بتاع اللي هو الويك ريفرنس، دي التارجت اللي موجوده في الويك ريفرنس بتاعتها ما بتساويش نال، يعني موجوده او اللي هي الاوبجكتات اللي لسه موجوده. فانا هنا ايه بعمل هنا var cache بتساوي new cache 100، وبشوف هنا الاوبجكتات الحيه، فاهم؟ بعد كده بعمل جي سي دوت كولكت، وبعد كده بقول له برضو عدي له الاوبجكتات الحيه اللي لسه موجوده. تعالى كده نمرن ونشوف. هو بص، لو تلاحظ ان بيقول لي هنا الاوبجكتس الايف بيفور 46 اوبجكت، بعد كده افتر، بعد كده ما انا بعد ما انا استدعيت جي سي كولكت بقى صفر اوبجكت حي. هتسال سؤال، طب ليه 46؟ مش المفروض انا عامل 100 كان ولسه انا اصلا ما فيش اي استدعاء للجاربتش كولكتور هنا؟ وحتى لو انا استدعيتها المفروض انها تمسح الكائنات كلها، هي ما مسحتش الكائنات كلها. طب ليه؟ لان هنا الجاربتش كولكتور هنا بتشتغل زي ما انت عارف، لما بيكون في ضغط قوي على الرام، فال 46 اوبجكت دول اطرحهم من 100 هيديك كام؟ هيديك ان الجاربج كولكتور اشتغلت في الاوبجكت رقم 64. يعني الاوبجكت 64 ده لما اتعمل، لا السي ال ار لقى ان في ضغط في الرام جامد، فشغل الجاربج كولكتور بتاعتي. فالجاربج كولكتور ايه؟ راح تمسح ال 64 اوبجكت دول والاوبجكتات اللي جايه، فاهمني؟ ما تعملهاش عليها جاربج كولكتور. فده بيثبت ان السي ال ار استدعت الجاربج كولكتور اثناء ان انت بتعمل هنا، اثناء ما انا بعمل الاوبجكتات بتاعتي. طبعا انا هنا فوق بقى خلاص استدعيت الجاربج كولكتور بتاعتي، بقول له جي سي هنا دوت كولكت كل الجنريشن، فبيقول لي افتر زيرو ان هو خلاص، لان هو الويك ريفرنس بيفقد كل الاوبجكتات بتاعتي. طب افرض انا ده مثال بس، طب افرض انا مش عايز ان الجاربج كولكتور تشتغل من نفسها، انا عايز مثلا، لا انا عايز الجاربج كولكتور انا اشغلها وانا اللي اتحكم فيها. من خلال داله الجي سي دوت تراي ستارت نو جي سي ريجيون، فاهمني؟ الداله دي بتاخد بارامتر واحد اللي هو عدد البايتات اللي مسموح بيها اللي هتشتغل، اللي تتاخد جوه اللي هو جوه الدايره دي اسمها كريتيكال، جوه الحيز ده، فاهم؟ ما ينفعش تعديها. لو عديتها الجاربج كولكتور خلاص، يعني الجاربج كولكتور دلوقتي انت موقفها. لو طبعا هي الميد اوبجكت دول انا جربتها قبل كده، فهي ايه
استدعيتها او عدت عدت اللي هي الرقم ده، فالجافا كولكتور اشتغلت عندي. فلو مثلا هنخليها 70 مثلا، 70 اوبجكت، تعالى كده ايه نشوف اخر التجربة. خلي بالك برضو انت ممكن تحط اوبجكتات، مثلا لو انا حطيت هنا 50 اوبجكت فالجاربج كولكتور ما اشتغلتش، فاهمني؟ وعلى حسب برضو يعني، فاهم ان هو مش شرط ال 64 اوبجكت فالجاربج كولكتور تشتغل، لا على حسب برضو الميموري بتاعتك. فاحنا هنا جينا شغلنا 70، ادينا 70 اوبجكت، هو بيشتغل دلوقتي بيقول هنا في 16 اوبجكت الايف وصفر اوبجكت خلاص. ده معناه ان هو الجاربج كولكتور ان الاوبجكتات دي ينفع عليها، بتعمل ميموري بريشر في الرام. نفتحها دي كده، نقول له هنا لو الكود اللي جوه هنا ده ما عداش الرقم ده، ده رقم يعني كبير او يعني ايه مش هيعديه يعني، ما تشغلش جاربج كولكتور. لو عداه شغل الجاربج كولكتور بقى. مش تشغيل مع تشغيل الجاربج كولكتور مش معناه انها هتشتغل، لا ده انا بسمح للجاربج كولكتور انها تشتغل. انا ممكن احط رقم قليل يعني، ممكن هنا مثلا احط، خلي بالك دي بالبايتات، ممكن احط مثلا رقم قليل، لو تعدى خلاص الجاربج كولكتور مسموح لها انها تعمل جار كولكت للكائنات بتاعتي. وطبعا هنا بقول له ايه اند نود جي سي ريجن لازم تحطها عشان الجاربج كولكتور انت بتسمح لها انها ترجع تاني تشتغل في البرنامج بتاعك. انت بتحتاج بس الطريقه دي في حتت قليله يعني، ما تستعملهاش كتير يعني. بعد كده بقول له هنا جي سي دوت كولكت، بعد كده بنقول له الاوبجكتات بعد ما انا استدعيت الجي سي كولكت. تعالى كده نعمل ران ونشوف. استنى كده شويه. طبعا هو هنا هيقول لي هنا ان جربش كولكتور كنا منعها انها اشتغل، فهيقول لي السبعين كلهم في الميموري في الـ في الـ او بيقول لي اوبجكتس الايف بيفور 70، ده الرقم اللي انا بدخله، ده معناه ان الجربش كولكتور ما اشتغلتش هنا في الحته دي خالص. بعكس مثلا لو احنا شلنا الداله دي وبنقول هنا، بيقول لي هنا افتر زيرو خلاص، ده انا قلت له امسح بقى كل الاوبجكتات دي. فبس هي دي كانت الفكرة بتاعت التراي ستارت نو جي سي ريجون. اتمنى يكون الدرس نال اعجابكم، لو عجبكم الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولو انا ما عجبكش ليه نرككم درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.